السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا مع بعض. احنا ان شاء الله من دلوقتي ولمده ساعه بوصفات ان شاء الله تعجبكم، وهنبتدي مع بعض اول وصفه وهي وصفه دجاج بالبصل المكرمل. الوصفه دي لذيذه قوي، وكرمله البصل بتدي طعم كده للصوص حلو جدا، لازم تجربوها. عشان نعمل الوصفه بتاعتنا عايزين 3 صدور دجاج متقطعه بالطول، علشان نعمل من كل صدر دجاجة قطعتين، وعايزين 2 بصل كبير أحمر، 1 معلقة صغيرة سكر، 4 فصوص ثوم شرايح، ملح وفلفل، معلقة كبيرة زبدة، معلقة كبيرة زيت، معلقة كبيرة ماسترد، 2 كوب مشروم مقطع شرايح، 1 كوب كريمة، 1 مكعب مرق، ومعلقة بقدونس للوش. تمام، دلوقتي هناخد شوية زيت، وهناخد البصل اللي عندنا وهنحطه على الزيت اللي عندنا. طيب احنا دلوقتي علشان نعمل البصل بتاعنا صح، لازم ان احنا يعني ليه كده كام تركة. اول حاجة هنحط زيت، وهنحط معايا قطعة زبدة الاول، زيت وزبدة. تمام، طيب اول حاجه البصل ما يكونش متقطع رفيع قوي 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 بزياده، لا بيتقطع وسط. تمام، تاني حاجه لازم يكون على نار وسط، ما يكونش على نار عاليه، لانه لو على نار عاليه بس هيتشعوط من بره كده وخلاص، وهيبقى ايه مش حلو زي ما احنا عايزين. كرمله البصل يا جماعه، يعني انا مش عايزه اخدكم واقول لكم انه بره لما بتتعمل على الاصول مثلا الانيون سوب ممكن يقعدوا يكرملوا في البصل ساعتين ساعتين، احنا هنبقى في الوسط، فهنقول ان هو هنكرمله في تلت ساعة مثلا، ربع ساعة تلت ساعة، على نار وسط مش على نار عالية قوي، النار لازم تكون وسط. بنفضل نقلب فيه كده لغاية ما يبتدي احس ان هو هيبتدي يطرى، ساعتها بروح على طول ضيفاله السكر، والسكر بيساعد ان البصل يتكرمل. اذا الكرملة البصل ما تنفعش يتكرمل على نار عالية ابدا، هياخد لون من بره ومن جوه هيفضل مش مظبوط وني، وهيبقى من جوه ما فيهوش طعم الكرملة ابدا، لا من بره ولا من جوه. طيب ده هنفضل بقى كده بالراحة نكرمل فيه لغاية ما ياخد اللون اللي احنا عايزينه، بعد ما حطينا له السكر هنا، وده هيساعده انه يتكرمل. بعد كده هنعمل ايه؟ هنشيل البصل اللي عندنا، وفي نفس الطاسة اللي كرملنا فيها البصل، نفس الطاسة هنكمل بقية الأكلة بتاعتنا. هنعمل ايه؟ دي هنعتبرها الطاسة اللي احنا كرملنا فيها البصل. احنا بعد ما البصل عندنا بيبقى زي ما احنا عايزينه ومتكرمل، بنشيله على جنب، وفي نفس الطاسة بنكمل. بصوا شكله بيبقى عامل ازاي، ده البصل المتكرمل. تمام، هنخليه على جنب، وهنا دلوقتي هنبتدي نكمل بقية الوصفة بتاعتنا. طبعا البصل لما يتحط هيقلب طعم الأكلة كلها، وهياخدها بقى في حتة تانية خالص لذيذة جدا. عندنا هنا الفراخ بقى، شوفوا الفراخ بتاعتنا، بس عشان تبقوا شايفين احنا ازاي قطعناها. خليني كده عشان ما اجيش جنبها وامسكها، اهي شايفين احنا كده عايزينها متقطعه كده. تمام، يلا هناخد بقى دلوقتي الفراخ اللي عندنا ونحطها كده هنا، بس لازم الطاسه تبقى سخنه جدا، والزبده والزيت يكونوا يعني تمام سخنين جدا. ثانية واحدة كده ما
هشوف دي حتتين ولا حته، مالها ليه تخينه كده، مالها تخينه كده ليه؟ ما هذا؟ تعالي، ايه ده، دي حته واحده فعلا. لا دي عايز تتقطع، نحط دي كده هنا. دي مش مقطوعه بس كبيره، خلينا نقطعها لان الصراحه تخينه قوي. تمام، خليني اشيل الجلافز اللي مسكت بيه الفراخ ده. دلوقتي انا عايزه احمر الفراخ بتاعتنا كويس من الجنبين، عايزاهم يتحمروا كده ويبقى لونهم حلو، فهنخليهم كده شويه هاجي على الوش ده بس شويه. ولو تلاحظوا مفيش توابل في الوصفه، يعني تقريبا كنتوفه من الملح بسيطه لان احنا هنحط مكعب مرق، فمش عايزين نزود كتير ملح، شويه فلفل. نشوف كده اللون كويس، شايفين لونها لطيف. دي لسه شويه. طيب انا هقول لكم على حاجه، خليني انا دلوقتي اقلب الفراخ كويس على النار لغايه ما تاخد كده اللون الحلو اللي انا عايزاه، وده عايزه تقريبا 10 دقائق، فهنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل تكون الفراخ بتاعتنا اتحمرت وخدت اللون الحلو، نكمل معاكم وصفتنا وبقيه وصفاتنا للنهارده. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع لون الفراخ اللي يجنن بقى، حلو جدا. بصوا الجمال اهو، شايفين؟ خلاص هو ده اللي احنا عايزينه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد المشروم اللي عندنا والثوم، هناخد الثوم نحطه، ثوم شرايح تقليبتين كده، وهننزل بالمشروم. انا مش عايزه الثوم يغير لونه، هنحط المشروم ونقلب. كل ده حلو قوي، وذوقوا وهتلاقوا طعمه جميل قوي. بس وصلوا للحته اللي هنحط فيها البصل المكرمل والاكل بقى، يعني الطعم هيروح حته تانيه خالص. يلا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد الماسترد اللي عندنا، هنحط معاها كريمة، وهنحط يا مكعب يا مغلف من المرق، وهنحط شوية مية. بس شوية مية بسيطة كده. ودلوقتي هناخد بقى، هسيبها بس دقيقتين كده على النار، وذوقوا بقى يا جماعه علشان تظبطوا الطعم. ممكن ما كمان ما كنت يعني، ممكن لو الكميه قليله ما تضيفوش ملح اصلا، وبجميع الاحوال ما تعملوش زي يعني ما تحطوش ملح،
غير في الاخر خالص لما تدوقوا الطعم وتحسوا هي عايزه ملح ولا مش عايزه ملح ولا كفايه مكعب المرق. فدايما استنوا شويه كده وبعدين دوقوا. انا بس شويه عايزه الكريمه بتاعتنا شويه تتكثف، وفي نفس الوقت وهي بتتكثف بتكمل لي الاستوى بتاع الفراخ بتاعتنا. دي بقى قدموها كده مع بطاطس بيوريه، مع مكرونة مثلا، حتى مع الرز، يعني هي جميلة في كل الأحوال. خلاص بصوا كده احنا كده حلوين صح؟ حطوا بقى البصل وشوفوا الجمال، الطعم واللون وكل حاجة. بس زي ما قلتلكوا لازم تكرملوا البصل زي ما اتفقنا على نار وسط، وبيقعد له من تلت ساعة لنص ساعة. ده كده كمان احنا مسرعين يعني الدنيا، يعني زي ما قلتلكوا بره الأونيون سوب بتتعمل ببصل بيتكرمل بالساعتين وبالتلات ساعات بيقعدوا يكرملوا فيه. يلا هناخد دلوقتي البصل المكرمل شوفوا بقى لون الصوص وشوفوا النكهة بتاعت الكرملة بتاعت البصل لما كده تنتشر وتتوغل في الصوص وتدي بقى طعم رهيب رهيب رهيب. شوفوا الجمال، حاجة كده ستايل مطاعم فخمة، مش أي مطاعم، مطاعم فخمة. هسيبها بقى على النار بس دقيقتين، بس دقيقتين وهتبقى جاهزة. وزي ما اتفقنا بقى بطاطس بيوريه، مكرونة، اي حاجه من الحاجات دي بتبقى لذيذه قوي 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 جنب الوصفه بتاعتنا دي. انا هخليها بقى على النار مش هغرفها الصراحه، يعني خلاص ممكن اطفي عليها واسيبها واخليها على النار لغايه ما نيجي اخر الحلقه، ساعتها بنقدمها. وخليني بس كده قبل مره بدل جبنا سيره الكريمه بس اقول لكم على معلومه سريعه، دايما بتسالوني مثلا حد يقول لي جبنا كريمه خفقناها وما اتخفقتش معانا، او عملنا مثلا التشيز كيك زي وصفتك وكانت سايبه خالص، هي جمدت معاكي، شفناها في التلفزيون في البرنامج جامده ما جمدتش معانا. يا جماعه في فرق بين كريمه الطهي وكريمه الحلويات. كريمه الطهي نسبه الدسم فيها عشرينات عشرينات، يعني مش اللي هو نسبه نوعا ما عاليه بس مش عاليه كفايه انها تخفق لي الكريمه وتعمل لي كريمة متماسكة. فكريمة الطهي ما بتتخفقش، يعني اخفقوها ما بتتمسكش تمام، لانها زي ما اتفقنا الدسم بتاعها نسبته في العشرينات، يعني 26 27 28، ده مش نسبة كافية ان الكريمة تتخفق. في نفس الوقت كريمة الحلويات نسبة الدسم فيها من 35 وطالع، ممكن تبقى 35 36 40، دي نسبة دسم عالية تخليني لما اجي اخفق الكريمة لوحدها خالص من غير اي حاجة، لما اجي اخفقها بتتماسك معايا وبتتماسك مع بقية المكونات التانية. يعني مثلا لو بعمل تشيز كيك، لو بعمل تيراميسو، لو بعمل اي حاجة هتتماسك مع الجبنة وهتديني قوام فيرم كده وكويس. ليه؟ لان نسبة الدسم فيها عالية. كريمة الطبخ كريمة الحلويات طالما ان ما فيهاش سكر، في كريمات حلويات فيها سكر خلوا بالكم، كريمة الحلويات لو ما فيهاش سكر بينفع أعمل بيها حلويات وبينفع أعمل بيها طبخ. كريمة الطبخ بينفع أعمل فيها طبخ وبينفع أعمل فيها حلويات مش عايزاها تتماسك، يعني مثلا بعمل جيلي والجيلي بحط له كريمة وهيجمد، فبستعمل كريمة الحلويات كبديل للمية فهتطلع ساعتها حلوه وهتمشي. بس لو انا مستعملاها علشان عايزاها تتخفق وتلم لي مكونات مع بعض مش هيحصل تمام. فعشان بس تبقوا عارفين لان دايما بتسال السؤال ده. طيب دلوقتي احنا خلينا نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل مع بعض شوربه لذيذه جدا جدا جدا. انا من هواه الشوربه، انا بحب الشوربه جدا وبحب اعمل انواع شوربه كتير وبدور كتير على وصفات شوربه تكون جديده لاني بحب اشرب شوربه، يعني
يعني انا ممكن اكل بس شوربه في اليوم يعني بكون سعيده ومبسوطه. فالنهارده هنعمل شوربه البطاطس والجزر. الشوربه بتاعتنا عشان نعملها عايزين فص ثوم، واحد حبه جزر مقطعه مكعبات، واحد بطاطس مكعبات، واحد بصل، واحد معلقه كبيره زبده ومعلقه كبيره زيت زيتون، ملح وفلفل، رشه من جوز الطيب، واحد مكعب مرق، واحد معلقه صغيره بابريكا مدخنه، ربع كوبايه ريحان، نص كوبايه جبنه كريمي، نص كوباية جبنة تشيدر، وللتقديم عايزين توست مقطع مكعبات ومحمص. طيب خلينا أول حاجة نعملها، هناخد دلوقتي شوية من زيت الزيتون ونحطه كده هنا. والله زيت الزيتون بيدي طعم لذيذ جدا للشوربات، بالذات مثلا شوربة العدس اللي بيبقى معاها حاجات تانية، دي مش شوربة العدس العادية، بيدي طعم حلو قوي قوي قوي. هناخد دلوقتي الزبدة، وعندنا البصل، ادي البصل بتاعنا اهو هنحطه كده هنا. المكونات دي كلها يا جماعة بتتهرس كله بعد كده، هرس هرس. نحط البصل، يعني انا بقول لكم كده كمان علشان مش مهم التقطيع، قصدي يعني مش يعني في الاخر كله هيتهرس معانا. عندنا هنا كمان ثوم، حابين تحطوا لها مثلا شويه حراق برضو يعني بتقدروا. خلي بس كده البصله تصفر معانا شويه. البصل احنا مقطعين هنا الجزر، احنا مقطعينهم بس صغير عشان يستووا بسرعه، يعني مش عشان اي حاجه، عشان ما ياخدوش بس وقت في الاستوى، بس انتوا في الاخر قطعوهم زي ما انتوا عايزين. هاخد دلوقتي بقى الجزر واحطه معاها برضو تقليبتين، ومعانا البطاطس. هنحط بس شوية ملح طبعا، لان دي يعني الكمية دي مش هت مكعب المرق مش هيملحها يعني، وشوية فلفل، وعندنا هنا شوية بابريكا ورشة من جوزة الطيب ومكعب المرق. كل ده بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخده ونحط عليه مية، تمام. هنحط دلوقتي عليه مية وهنسيبه لغاية ما يستوي، عايز يعني ممكن 10 دقايق ويكون استوى كده، تمام. طيب دلوقتي هنسيبها هنا 10 دقايق لغاية ما تستوي. اللي بيميز الشوربة دي انه جواها في جبنة كريمي، يعني احنا عندنا هنا قد ايه، نص كوباية جبنة كريمي هتتحط جوه الشوربة، والجبنة التانية العادية هنحطها على الوش، فبتطلع لذيذه جدا وطعمها بيطلع حلو قوي. فدلوقتي انا هسيبها على النار هنا كده زي ما اتفقنا، يعني من 10 دقائق لربع ساعه حسب احنا مقطعينها قد ايه. ودلوقتي هنطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل تكون الشوربه بتاعتنا استوت، نكمل معاكم بقيه وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. ودلوقتي احنا حاطين الشوربه بتاعتنا على النار، فاضل لها دقايق وتخلص. في الدقايق دي هنكون احنا عملنا مع بعض وصفتنا الاخيره للنهارده، وهي مخلل او مخلل الفلفل المحشي. علشان نعمله عايزين 4 كوبايات ميه، 2 معلقه كبيره ملح خشن،
واحد معلقة كبيرة سكر، 4 معالق كبيرة خل، 1 معلقة كبيرة فلفل اسود حب، 1 معلقة كبيرة كزبرة حب، 6 فصوص ثوم، شبت، فلفل صغير الوان، 2 جزر مقطع مكعبات صغيرة، 2 كوب كرنب مقطع صغير، 2 كوب قرنبيط مقطع شرائح صغيرة، فلفل اخضر مقطع صغير. طيب طبعا هو الفلفل لو لقيته الفلفل اللي اصغر اللي هو بيبقى صغير ده وبيبقى كده رفيع وطويل زي الفلفل الحراق بيبقى لذيذ، ما لقيتوش ده كمان لذيذ جدا. بس ده عايز حد بقى يعني غاوي ياكل مخللات. طيب اول حاجه هنعملها عندنا هنا الميه بتاعتنا، عندنا 4 كوبايات مفروض، دول 4 دول اقل شويه يمكن او اكيد، فخلينا ناخد عندنا هنا المية فين، ناخد مية من هنا، عايزين 4 كوبايات. اوكي يلا هناخد عليهم دلوقتي الملح زي ما اتفقنا وهندوبه، وهناخد معاه السكر كمان وهندوبهم، والمية دي عادية بحرارة الغرفة، دي بحرارة الغرفة، يعني ده مخلل مش سريع زي اللي عملناه بتاع الخيار اللي بيخلص في نفس اليوم، ده مخلل بياخد وقته، يعني عايز له مينيموم اسبوع وطالع، اسبوع 8 ايام 10 ايام وبعدين يبقى جاهز. هندوب الملح بتاعنا ان شاء الله النهاردة. يلا يلا. وعندنا هنا الخل كمان، نحط الخل طيب دلوقتي شوفوا هنعمل ايه. هناخد دلوقتي السكينة بتاعتنا، شوفوا هنفتح الفلفل بتاعنا كده من هنا اهو بالشكل ده، هنفضي اللي جوه ده، هنفضيه بالشكل ده كده اهو، نطلع القلب كده تمام، ونعمل كده في كذا واحده في كل الكميه اللي احنا عايزين نعملها. ممكن تشيلوا الجزء الاخضر كمان لو مش عايزينه، دي هنا كده مع دي. طيب انا بس علشان نكمل بقيه الكميه اللي عندنا كلها هننضفها كده بالطريقه دي ونطلع اللي جوه بالشكل ده، لو في جوه من الحاجات البيضه دي بنطلعها كده. هناخد بقى دلوقتي، شوفوا هناخد الجزر والكروم، بس ركزوا معايا بقى في الحته دي، والقرنبيط والفلفل، هرش عليهم رشه صغيره من الملح، ما ترشوش كتير، رشه صغيره يعني تقريبا معلقه صغيره مثلا كده هرشها عليه، شايفين، وهقلبه. اوكي ركزوا معايا لو سمحتوا، هغطيه كده واسيبه بتاع مثلا ساعتين، تمام ساعتين، برجع له بعد ساعتين بلاقيه نزل ميه، بصفيه من الميه كويس قوي وببتدي اشتغل فيه. يبقى انا هسيبه كده ساعتين، هرجع له هلاقي فيه ميه في الطبق، بصفيه من الميه وببتدي اشتغل بيه. هنعمل ايه؟ هناخد الكميه اللي عندنا دي ونحطها، التشكيلة اللي عندنا دي ونحطها كده هنا، أي حاجة عايزين تزودوها زودوها، يعني أنا مثلا عمتي الله يرحمها كانت كمان بتزود، بتحط فاصوليا، كانت بتحط كتير مخللات جوه. هناخد
الفلفل بتاعنا اللي احنا هنعمله ده، وهناخده نحطه كده هنا. فين راح؟ فينك رحت؟ فينك رحت؟ فينك فينك؟ اهو ناخده كده نحطه هنا. هو بهذا الشكل لغاية ما نحط كل الكمية اللي عندنا بالطريقة دي، نحطها كده في قاع البرطمان، وبعدين بنروح حاطين عليها المية بتاعتنا. شايفين؟ لازم بقى نحطها كلها، وطبعا مفيش وقت ان احنا نحط كل ده، فبناخد بعد كده المية بتاعتنا اللي احنا عملناها بالسكر وبالخل، وبنحطها عليه لغاية ما بتغطي الكمية كلها عندنا. طبعا لسه في شوية ملح كده، اعملوا نفسكم مش شايفينهم، انتوا بدوبوه ياخد شوية وقت، وهنقفله ونخليه بقى كده لغاية ما يقعد معانا زي ما قلنا حوالي من 8 ل 10 ايام، وبعديها بيبقى جاهز، بيطلع طعمه لذيذ جدا وبيرضي بقى جميع الاذواق، لانه فيه كل الحاجات تقريبا اللي بتتعمل في المخلل. ثانيه واحده، دلوقتي احنا بنقدر نعمله كده وخلاص، يعني زي ما احنا عملناه ده عادي. بنقدر احنا بقى نضيف له حاجات، بنقدر نضيف له ايه؟ توم في الميه، الكلام ده كله. بنقدر نحط له توم، بنحط له كزبره ناشفه، بنحط له فلفل اسود، وبنحط له عيدان شبت. تمام؟ وبتقدروا تعملوه ساده، يعني بتقدروا تعملوه من غير الحاجات دي خالص، فزي ما انتوا حابين هو بيبقى كده. خلاص انا هكمله بقى، طبعا لما نخلص بقى هكمل البرطمان كله واحطه هنا ورايا. طيب نرجع للشوربه بتاعتنا. الشوربه بتاعتنا هناخد الهاند بلندر دلوقتي ونبتدي نخفقها. خلينا نحط لها دلوقتي الجبنه الكريمي، نص كوبايه على الكميه دي. كويس، تمام. احنا كده الشوربة بتاعتنا جهزت، خلينا نحط ده على النار على ما نحط الشوربة بتاعتنا هنا. بسم الله. وهناخد دلوقتي الجبنة اللي عندنا ونحطها كده على الوش. معلش، تقدروا بقى انتوا تحطوا ريحان كمان. هي بقى بتدوب طبعا مع الحرارة، بس هي طبعا الجبنة دي بتتحط قبل التقديم على طول، وبنقدمها مع الكروتون الصغير ده. ودلوقتي خلينا نحط الفراخ بتاعتنا. ريحتها لذيذة بشكل يا جماعة، ريحتها حلوة بجد يعني. خليني اضيف لها بس تنتوفة مية، بس تنتوفة كده. يلا بينا نجيب الطبق هنا لانها تقيلة.
يعني الطاسه لوحدها تقيله. يلا شوية بقى بقدونس كده على الوش. وكده الأكل عندنا جهزت، وكده نبقى خلصنا معاكو حلقتنا للنهاردة. عملنا لكو فيها بقى وصفات، بتمنى انها تكون عجبتكو. عملنا معاكو المخلل بتاعنا المحشي اللي حشيناه بالقرنبيط وكرنب وجزر، بتقدروا تحطوا اللي انتوا عايزينه جوه زي ما تحبوا، وحطينا في الميه ملح وخل وسكر، وحطينا معاه هو فلفل حب وكزبره حب وشبت. ده بيتساب فتره يعني عايز له من 8 ل 10 ايام تقريبا علشان يبقى جاهز. وعملنا كمان، وطبعا لازم الميه تبقى غمره، الفلفل كله ما ينفعش تبقى مش غمره، حتى ممكن في الاخر بعد ما تخلصوا تحبسوا، يعني تحبسوه بحاجة بحيث ان المية تبقى واصلة لغاية فوق خالص. انا هكمله طبعا دلوقتي هظبطه، بس يعني بقول لكم عشان تبقوا عارفين. عملنا كمان معاكم شوربة الجزر والبطاطس والجبنة الكريمي، برضو وصفة لذيذة وطعمها حلو. وقدمنا معاها كروتون كده توست مقطع مكعبات و متحمص. عملنا كمان معاكم الوصفة الرهيبة دي، لذيذة جدا، اللي هي فراخ بالبصل المكرمل ومعاها مشروم وماسترد وكريمة. وصفة لذيذة جدا، بحب انكم تجربوها مع بطاطس بيوريه، مع مكرونة، مع رز، بتطلع حلوة في كل حاجة. الوصفات بتاعتنا بتنزل على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا على الفيسبوك، واللي ملحقش يشوف الحلقة من أولها بيقدر يشوفها في الإعادة. عندنا إعادتين، إعادة الساعة 8 بالليل وإعادة الساعة 8 الصبح. شكرا لمتابعتكم، بشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة، وصفات جديدة وأفكار جديدة بإذن الله. باي باي.